السحر له أنواع كثيرة. سحر عندهم باستخدام الشياطين. والسحر أيضا بقراءة الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج، برج الأسد، برج الحوت. شراء المجلة أو الجريدة التي فيها أبراج محرم. إذا فتحت المجلة ونظرت هكذا للأبراج لا تقبل لك صلاة 40 يوما. رأوت شمبارني زن ما ماكن رارين بار ك ميتسيتسي ليه ما ماكن رين بقول إيمو نور أي تكن زين سوالا زيتانو أناتني كارات زور ديان شلايس. إذا صدقت هذا المكتوب كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رأوت سكون بارن كإيه زاد بارن مين فوي تنا ما لنا رأوا سورة سنات الرأيو تكن زيها مكومي لران ديسين رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوي القرآن جك بسونا. إذا دخلت على القنوات التلفزيونية قنوات الإنترنت هذا اتيان للساحر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi rakyat pun baru macam ini, ini kanal, nam ini city, zat misi ni raha, laza makaskan ini, sihir ini baru, di ambilan zat baru ni, di fak mukun tandirka zat raha nanti sih pamanan sallallahu alaihi wasallam. Irsal risalah lahum kadalik. Jadi zat itu di fak senau message yang jom baru. La yumkin anat sihir. أو نتفرج على القنوات التلفزيونية التي له أو نقرأ الجرائد والمجلات التي فيها أبراج. نعم.